انا اول حاجه عملتها خالص، احنا بنسلق كل حاجه في الكشري في الطبيعي. انا سلقته بس انا سلقت العدس نص سلقه والرز مش هسلقه. خلينا نتفق على حاجه، ان الرز لما بيكون نوعه كويس انا مش مضطره ان انا انقعه. ليه؟ لان مش هستخدم كميه زيت فعشان ما يعجنش، فاديني برضو اللي انا عايزاه. خلاص. فانا سلقت العدس في ميه ورشه من الكمون عشان الريحه، مع فص ثوم ورشه ملح. وطلعته وصفيته وسلقت المكرونه بطريقه عاديه بس في ميه وملح فقط. ميه وملح. خلاص. بس وهبدا بقى اشوح بصلايا واحط عليها شويه من الثوم. انا دلوقتي هعمل ميكس بين العدس والرز. طب انت بتشوحيها في ايه؟ بشوحها في ايه؟ انا حطيت معلقه واحده زيت. بس حطيت البصل كميه كبيره عشان يعني ينزل السوائل بتاعته شويه، فيساعدني ان انا ما احطش كميه زيت كتير. طب دكتور، قبل ما نبدا كده في الاسئله، يعني افرح الناس كده، الفرق ما بين الطبق اللي احنا هنعمله اللايت والفرق ما بين الطبق العادي قد ايه؟ ده نص بالنص. يعني شلنا نص نص السعرات الحراريه على طول. يعني لو الطبق الكشري العادي في حوالي 1000 سعره حراري، يبقى الدايت فيه 500. لا يا جماعه، كده كتير، كده كتير. يعني شلنا نص، يعني بس ما ياكلوش طبقين بقى. لا مش هناكل طبقين، بس كميه الطبق احنا هنشوفها في الاخر معقوله. يعني طبعًا. تشبع طبعًا. يعني تشبع. هقول لك معلومه يعني فاني شويه على مضحكه على موضوع الكشري. لما دايما تلاقي محل كشري، تعرفي ان الكشري ده محل كشري موجود في العماره بتاعت صاحب المحل. ليه؟ اشمعنى يعني؟ لان الكشري من الحاجات اللي هي غير مكلفه وسعرها بيكسبه كويس. اوكي. والمصريين بيحبوا الكشري جدا. اي جدا جدا. فغالبا دايما فتح محل كشري ربنا بيفتحها عليه وبيبقى صاحب العماره اللي هو فيها. طب عظيمه، انت قلتي لي انت المكرونه بني، لكن في العادي بنعمل سباكيتي وبنعمل برضه صغير. برضه صغير. نوعين لازم، ليه مش عارفه. طب بس دكتور، انت قلت لي يمكن في حلقه قبل كده ان هو مفيش فرق في مش من هنا اللي احنا فرقنا في السعرات. لا خالص. احنا فرقنا بس ان التغذيه، ان المكرونه البني مغذيه اكتر. وزودنا البروتين النباتي وقللنا النشويات شويه وقللنا كميه الزيت اللي كانت بتتحط. الكشري بياخد زيت كتير. كتير جدا. فهي عظيمه ما شاء الله، بتقلل الزيت جدا وبتعتمد على حاجات تعملها في الفرن زي البصل مثلا، تنشوه في الفرن. هنعمله كله. بحيث انها كل ما هنقلل كميه الزيوت، هي مصدر الدهون الوحيد اللي في الوجبه دي هي الزيوت. البصل برضه ميزته ان هو فيه زيوت الطياره اللي موجوده في البصل، فبتدي طعم حلو جدا من غير ما نضيف احنا زيوت خارجية. يعني هو اللي احنا عملناه النهارده اكتر حاجه هو ان احنا شلنا الزيت. بالظبط. او التحمير في الزيت. طب انت شلتي برضو في المقادير، انت قلتي مفيش شعريه خالص، ده قل شويه دكتور برضو من عشان الرز بالشعريه. طبعا. هو احنا عاده بنعمل الشعريه علشان ندي طعم للرز المصري، فهي ماتشنج مع الرز المصري، مش هتبقى ماتشنج مع الرز البسمتي. مش هيمشي مع الرز. دي حاجه. الحاجه الثانيه، خلي كميه الزيت اللي في الكشري، احنا بنحمر البصل ده زيت. كميه زيت كبيره، وبعدين حاجه بياخد من الزيت بقى بتاع التحمير ده يحط فيه على المكرونه. اوكي فعشان يدي الطعم الكشري النكهه كله ياخد من بعض، فدي بتبقى كميات. بس احنا هناكل كشري حلو في الاخر ولا بعد كل الزيت اللي شال ده؟ بصي بقى، انا هسيبك انت تحكمي عشان مصداقيتك مع الناس بتوعك. طيب دكتور برضو عظيمه، لو بنتكلم على الرز، رز بسماتي، رز بني، حطيتي كمان رز بسماتي؟ انا حطيت رز بسماتي اصفر. لو في الفرق ما بين الاصفر والابيض؟ لا انا اعتقد ان يعني انا وجهه التاني اكثر، ان يعني كل ما الرزايه بتقصر يا دكتور، انا شايفه ان كم النشويات اللي فيها بيبقى اعلى، كل ما الرزيه تبقى للونها اللي هو الاقرب للون الرز الغامق، كل ما بتبقى اعتقد افيد واحسن. هو في حاجتين طبعا فايده في القصه دي. واحده منهم نسبه النشويات اقل شويه، الاصفر اقل شويه. طريقه الطهي بتاعته ما بتحتاجش لزيت كتير او سمنه زي الرز العادي. وكمان في ميزه ان كل ما الرز راح ناحيه اللي هو غير مصنع، يعني مثلا الرز البني اللي هو اللي ما تقشرش على لونه، فده بيقعد في المعده فتره طويله فما نحسش بالجوع. يعني في فرق بين الواحد ياكل طبق كشري بالرز ده هيقعد مده اطول شبعان من ياخد طبق كشري بالرز الابيض العادي. بعد شويه هيجوع. الرز العادي هيرفع له السكر اكتر من الرز البسماتي برضه. فالحاجات مختلفه تماما. هي مكونات الكشري اصلا احنا عايزين نمسكها واحده واحده، وكل واحده فوائدها الصحيه. هي وجبه عظيمه جدا. ما انا عارفه ان وجبه عظيمه. طب دكتور قبل ما تبدا كده، انا بس سؤال، يعني دلوقتي يا دكتور
كسعرات مش فارقه خالص البسماتي من الابيض وكده، لكن مش طارق لا ما اقصدش قصدي ان احنا دايما لما نيجي نحسبها يعني الناس اللي بتمسك كتاب الكالوريز وتقعد تبص كذا كذا كذا، نبص كمان مش بس الكالوريز، نبص زي ما انت قلت صحية. ان احنا غير ان احنا صحيح ان لو انا اكلت رز بسماتي اصفر ان ده هيفضل في بطني مده اطول، تمام. يعني تمام. لازم نبص لنواحي كتير مش بس طبعًا. السعرات طبعا طبعا، يعني دايما نقول للناس خدوا الحبوب الكامله اكتر في اكلكم من الحاجات اللي هي متبيضه ومتقشره والكلام ده كله، يعني مثلا الفريك طب ما هو ده بيشبع وسعراته الحراريه هتكون قريبه من الرز، لا شيل الرز وخد فريك طب عزيمه بتعملي ايه؟ انا كده خلصت الرز خلطته مع العدس، حطيت الملح والفلفل والكمون ورشه من الكزبره الجافه، يعني حطيت التوابل اللي هي بتديله الطعم طبعا مع البصلايه ومع معلقتين ثوم مفرومين عشان ادي طعم للعدس. عايز اسالك بس سؤال هو عجيب شويه، اكله الكشري تاخد منك وقت قد ايه عشان تتعمل؟ لما تاخدش كتير، احنا هنعملها يا دكتور، احنا بنعملها يعني يعني هي الفرق بس ان انا اسلق الحاجه، انا بحطها تتسلق يعني ممكن تاخد ماكسيمم نص ساعه بس لو حد لسه يعني مش من الستات اللي واخده على المطبخ قوي، لا ممكن تاخد منها ساعه ونص. قصدك ايه يا عظيم؟ لا ما قصدش الكلام ده، انا ما قلتش حاجه. لا انت مش هتعمليه اصلا خالص، لا وقت قليل ولا وقت كتير، يعني ممكن تاخد معاها ربع ساعه يا دكتور، انا غيرت كل كلامي. طب دكتور انت قلت لنا عايز تكلمنا على فوائد الاكله دي لو نمسكها حاجه حاجه، العدس يا دكتور. العدس ده طبعا بنسميها بقوليات نباتيه، اول حاجه اللي بيقلل الكوليسترول الضار. العدس ده اتش دي ال، بيقلل ال دي ال، يعني بيساعد الناس ان ينظف الشرايين بتاعتهم، الدم يوصل الاطراف كويس، التركيز يبقى احسن، الذاكره بتاعتهم تبقى احسن، كل ما نزلنا طبعا الكوليسترول بتاعهم. اوكي الحمص زيه، يعني نفس الفكره ان برضه الحمص دي بقوليات بروتينات نباتيه برضه بتقلل الكوليسترول الضار. فالناس مثلا لو في الاسبوع بتاكل يومين فراخ، يوم لحمه، يوم سمك، ويكون في يومين لازم يكون في يوم بالظبط عشان البقوليات دي هي اللي هتقلل لي الكوليسترول الضار وهتمنع لي امراض بقى بتاعت الكوليسترول كلها، يعني غير انها هتقلل لي برضه نسبه الدهون، والدهون دي هي مصدر كل حاجه سيئه حتى الاورام، الدهون هي اللي بتعملها يعني. طب بس الحمص هل يعني بتنصح بيه كتير؟ يعني هل السعرات يعني ناكله زي ما نحب ولا برضه ليميتد لان السعرات الحراريه فيه مش قليله؟ بص مفيش حاجه انصح بيها تتاخد كده غير الميه، غير المايه مفيش. فالحمص طبعا في بس الحمص يعتبر سعرات حراريه عاليه. عاليه يعني. طب عظيم عايز اسالك سؤال، انا بحب الكشري جدا بس مش بحب الحمص، معلش يا دكتور يعني ما بحبش حاجه مغذيه. مش مفروض عليك ممكن طبعا دي حاجه اختياريه على فكره، هو يعني اوبشنال، يعني هو حاجه اختياري، اللي يحبه يحطه ما بيحبوش خلاص، بس احنا قلنا للي بيحبه عشان بما ان الناس بتحب تحطه، فاحنا معلقتين بس، معلقتين اكل بس على وش الطبق للي نفسه فيه. لك انت خدتي خلاص الفايده بتاعت البقوليات النباتيه اللي هي العدس اللي موجود فيها يعني. صح. تعملي ايه عظيمة؟ انا دلوقتي بعمل الصلصه نفس السيستم، انا ضربت الطماطم وصفيتها. دايما يا عظيمة انت مع دكتور بهاء بتلغوا دايما يعني من في الطريقه اللايت الصلصه الصلصه الصلصه. ليه يا دكتور؟ الدهون الدهون دهون دهون, دهون في علب الصلصه. طبعا زيوت، يعني اعمل بطماطم احسن لي. ده حاجتين، وكمان لما تكون حاجه فريش بناخد فيتامين سي اللي موجود فيها. يعني لو معلقه واحده يا دكتور بس ما بتضرش، لكن اكتر من كده ده في ناس بتحط نص برطمان صلصه وبرطمان صلصه. هو بيعتمدوا على البرطمانات، يعتمدوا على اللون. يعني لكن انا شايفه انها بصي طماطم لونها حلو، انا حطيت معلقه واحده بس صغيره كمان. طب وحتى في الطريقه العاديه ما كلنا نلغي الصلصه دي ولا لا لازمه؟ لا لا ملهاش لازمه، ملهاش اي لازمه خالص. لا خالص، ممكن نعملها من الطماطم. مصانع الصلصه دلوقتي يا دكتور هتكرهني. يزعلوا يزعلوا، اهم حاجه عندي صحه الناس. طيب انا هضطر اسيبكم تكملوا وتقللوا اكتر في السعرات. جايز ادخل المعمل برضه، نخش المعمل ممكن نطلع لنا ب 300 سعر.